ينضم معنا من الرياض في الاستديو المحلل السياسي الدكتور أحمد الشهري. بداية أرحب فيك دكتور. يعني بيت الحكم السعودي يؤكد مجددا أنه قادر على أن يختار الأجيال أو ينقل الحكم بسلاسة من جيل إلى جيل، رغم أن المنطقة تعج بالاضطرابات، كيف ترى ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. بداية حيك خير كريم، وحي الزملاء العاملين معك في السيدي، وكما أرحب بمشاهدي الكرام. ولعلها من الفرصة أن أهني وأبارك وأبايع لمولانا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، والحكومة الرشيدة، وللأسرة المالكة، وللشعب السعودي، ونهني أنفسنا بهذه القرارات التاريخية التي دائما تجعل المملكة العربية السعودية دائما في مصاف الدول. وأنا قلت دائما أنه خادم الحرمين الشريفين منذ تولى حفظه الله سدة الحكم في هذه البلاد المباركة، وهو يضع المملكة العربية السعودية على مشارف المئوية الثانية بعد أن أنجز الملوك والمؤسس رحمهم الله المئوية الأولى. نحن الآن على أعتاب المئوية الثانية بمتطلباتها السياسية والجيوسياسية والعالمية واستحقاقاتها، ولذلك هو دائما يدفع ويضخ بالشباب إلى مفاصل الدولة، سواء على مستوى ولي العهد أو على أمراء المناطق أو نواب المناطق أو على مستوى الوزراء. وهذا الحقيقة له عدة مغازي كثيرة، ولعلي أختصرها في ثلاثة أبعاد أو ثلاثة ركائز. الركيزة الأولى على الصعيد السياسي، تعلم أخي الكريم أن العالم يعج الآن بالكثير من المتغيرات الجيوسياسية، وكثير من التحالفات، وكثير من المشاكل، وكثير من الأحداث، وكثير من المتغيرات، وبالتالي أصبحت المملكة العربية السعودية هي في قلب الحدث، بل أصبحت هي قلب العالم الإسلامي. ولعلنا رأينا في القمة الأخيرة عندما اجتمع 55 رئيس دولة مع الشريك الأمريكي، ووضعت لبنات القرن الجديد فيما يسمى بمكافحة الإرهاب وإنشاء مركز الاعتدال، وبالتالي أصبحت المملكة العربية السعودية لاعب دولي ورقم صعب في السياسة الدولية. وهذا يتطلب قوة وشباب ونشاط وتخصص، وهذا ما وجده خادم الحرمين الشريفين في الأمير محمد بن سلمان، وهو كان مهندس رؤية المملكة 2030 وخطط التحول 2020، والتي الحقيقة نالت إعجاب العالم، بل جعلت العالم يتسابقون إليها، بل جعلت الناخب في هذه الدول يختار ناخبه وفقا لهذه الرؤية. عندما جاء بالاقتصاديين، جاء الرئيس ترامب وهو جاء من بيت الاقتصاد، وجاء الرئيس الفرنسي وهو أيضا من بيت الاقتصاد، وأيضا كذلك البريطانيين، وكذلك في ألمانيا. لماذا؟ لأن هناك دولة ناشئة واعدة لديها رؤية ولديها سياسة جديدة. إذن يمكن القول أن المملكة العربية السعودية غيرت وجهة العالم بدون شك ولا ريب. أنا قلت هذا الكلام، قلت حتى غيرت مفاهيم الشعوب الخارجية. يعني عندما أشار سمو الأمير محمد بن سلمان حفظه الله بطرح 5% فقط من شركة أرامكو للخصخصة، هل تعلم أن هذا المبلغ الزهيد اللي هو 5% هذا يعني أثار ضجة في العالم، على مستوى العالم، لأن هناك مبالغ مليارية سوف تضخ في الأسواق العالمية، وأيضا أتبعها سمو الأمير محمد، وهذا ملمح كبير وقد يعني حظي بشعبية كبيرة داخل المملكة العربية السعودية، عندما قال أن جميع هذه العقود أو هذه الشراكات التي ستكون مع دول العالم سيكون 50% منها من المحتوى المحلي. ماذا يعني هذا؟ يعني أن هناك سيضخ مئات الألاف من الوظائف في السوق المحلي، يعني هذا أن هناك 50% من هذه الأموال ستدور في الاقتصاد السعودي. تعلم أيضا أن هناك أكثر من 300,000 مبتعث يجوبون العالم بالتقنية، سيعود هؤلاء الشباب ليجدوا أمامهم سوق واعد، سوق عمل، سوق تقني يستقطب مثل هذه الشركات. وبالتالي هذه يعني هذا أنا أسميه مهندس الرؤية 2030، وأسميه مهندس خطة التحول. وبالتالي أصبح الآن هو أمير الشباب، وهو الذي سيفعل هذه الرؤية. هذا في المنظور السياسي، وهو الحقيقة يطول. دعنا بس فقط تحدث نقطة مهمة، بمفاوضة سياسية أو رجل مفاوض سياسي محنك، إذا تحدثنا عن الملك عبد العزيز وكيف أنه أتى بروزفلت هنا وتلك اللقاء الشهير مع الملك عبد العزيز، أيضا الأمير محمد بن سلمان ولي العهد يأتي بترامب والرئيس الأمريكي كأول زيارة وجهت له في المنطقة، هذه ألا تعكس أن هذا الرجل قادر على التفاوض حتى مع الدول العظمى؟
بدون شك. اولا لا نستغرب هذا، اولا لانه تخرج من مدرسه الملك سلمان، فهو كان في اماره الرياض عندما كان امير الرياض، كان الملك سلمان اميرا للرياض، ومن تعلم له اياما او اشهر في مدرسه الملك سلمان فهو بجدير بان ياخذ الشهاده الفخريه. والملك سلمان اين تعلم؟ تعلم في مدرسة الملك عبد العزيز، ثم بعد ذلك أيضا تعلم في مع والده الملك سلمان في الديوان الملكي كمستشار. قبل ذلك عندما كان في جامعة الملك سعود وهو يدرس القانون، هو رجل قانون ورجل حقوقي ويعرف مثل هذه الأنظمة، وبالتالي يعني أبهر رؤساء العالم عندما التقى بهم. بل لو رجعنا إلى أول زيارة له للولايات المتحدة الأمريكية بعد انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هذه الزيارة استطاعت أن توجه البوصلة الأمريكية 360 درجة، من بلد كان يعني يعتقد أن الإسلام هو اللي صدر الإرهاب، وأن المملكة العربية السعودية كانت أيضا من يشارك في هذه الأمور، وأن الدين الإسلامي هو الذي كان يفرق الإسلام. نعم، غير قناعات. عندما ذهب الأمير محمد بن سلمان برؤية الشباب، برؤية العقل، برؤية المفاوض، برؤية المحاور، تغيرت الرؤية 360 درجة. ورأينا ذلك بعد ذلك، ورأينا أول زيارة لأول رئيس أمريكي رقم 45 كانت إلى المملكة العربية السعودية، وهذه سابقة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. كان الرئيس الأمريكي يذهب إلى المكسيك أو يذهب إلى كندا أو إلى أي جمهورية من جمهوريات أمريكا، ولكن الرئيس ترامب اختار المملكة العربية السعودية عندما قال أنني ذاهب إلى قلب العالم الإسلامي، وقال أني سأذهب، ويعيد كلمة نيكسون للملك فيصل رحمه الله عندما قال أنا لم أتي من أجل النفط السعودي ولكني أتيت من أجل الحكمة السعودية. فهذا الاختيار الموفق من خادم الحرمين الشريفين، هو يريد أن يؤصل هذه الحكمة في البيت السعودي. والحقيقة هذا شيء تعودناه من هذه الأسرة الكريمة الفاضلة، وينطبق عليها قول الشاعر: إذا خلا منا سيد قام سيد قائولا فعولا لما قال الكرام فعولوا. فلذلك عندما يترجل منهم فارس يقوم فارس آخر ليردد قول الشاعر القديم عندما قال علي أتذكر البيت، يعني بمعنى البيت أن, 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 أن القادم نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. وأذكر أن الأمير نايف رحمه الله قال غير في البيت وقال فوق ما فعلوا. فالأمير محمد هو سيأتي الآن ليكمل المسيرة، وتلاحظ أنه لا يأتي ملك ولا يأتي وزير ولا يأتي ولي عهد ولا يأتي مسؤول إلا ليتمم المسيرة التي قبله، ويقدم شيء يدفع بنا إلى المئوية الجديدة. نحن في المملكة العربية السعودية انتهت المئوية الأولى وهي مئوية التأسيس، كنا فيها دولة مستهلكة، كنا فيها دولة نعتمد على الغير، كنا فيها دولة نعتمد على عقود الشراء. المئوية الجديدة والتي وضع لبنتها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في رؤيته الجديدة 2030 تقول لا، تقول ستحول المملكة العربية السعودية إلى دولة صناعية، إلى دولة مصدرة، إلى دولة شريكة. ولذلك لو لاحظت زيارات خادم الحرمين الشريفين إلى آسيا لم يكن فيها عقد استيراد، ولكنها كلها كانت اتفاقيات شراكة، وهذه الشراكة تقوم على نقل التقنية من هذه الدول إلى المملكة العربية السعودية لتدخل رأس المال السعودي ويدخل الشباب السعودي كشريك. بكل تأكيد، وتلك الزيارة التاريخية التي اهتم لها العالم. الدكتور أحمد الشيري محلل السياسي، شكرا جزيلا لك. شكرا، وعليكم العافية.